طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، ما الذي حدث للصحفيين في الجوف بعد سيطرة جماعة الحوثي؟ ومن موقع تايمز البريطاني، تنظيم داعش يوجه أعضائه بتأجيل الهجمات الإرهابية في أوروبا إلى ما بعد كورونا. وفي أخبارنا المنوعة، لاعبو فريق ألماني مهددون بالسجن. أهلا بكم. خوفا على حياتهم وهربا من معتقلات ميليشيا الحوثي التي فتحتها لسكان أي منطقة تسيطر عليها، فر الصحفيون من الجوف في ظروف صعبة، وبعد اجتياز الصحراء وصلوا إلى مأرب، وقد تحدثوا لموقع المشاهد نت عن ما حدث لهم وعنون الموقع. ما الذي حدث للصحفيين في الجوف بعد سيطرة جماعة الحوثي؟ وقال الموقع إنه عقب سيطرة جماعة الحوثي على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، اضطر الصحفيون إلى مغادرة المحافظة. جاء سقوط المحافظة في أيدي الميليشيا مفاجئا بعد انسحاب قوات الجيش والأمن، فكان هروب بعض سكان مدينة الحزم ومنهم الصحفيون محفوفا بالمخاطر، وأصبحت الطرق تحت نيران ميليشيا الحوثي. 13 صحفيا استطاعوا النجاة بعد أن تعرض بعضهم للإصابة والملاحقة، وفقد البعض معداتهم الصحفية. يقول الصحفي عبد العليم دحلان: خرجنا من محافظة الجوف خوفا على حياتنا من الحوثيين، تركنا كل شيء، فلم يكن الخروج من محافظة الجوف سهلا، لم نتمكن من أخذ أي شيء من أدواتنا الصحفية. كما انتشرت عصابات تقطع في الطريق وفقا لدحلان، فقد تعرض للتقطع وتم إيقافه أكثر من ساعة، وبعد تفتيشه لم يجدوا شيئا لينهبوه، فسمحوا له بمواصلة الطريق إلى مأرب. موقع المصدر أونلاين نشر مقالا عن غربة اليمني داخل بلاده وكيف حولته الميليشيا إلى منفى، وجاء في المقال الذي ذيل باسم افتخار عبده: في مناطق سيطرة الحوثيين تجد المواطن يعيش المنفى حقيقة، أو يعيش حياة هي أمر من حياة المنفى. المؤسف له حقا هو أن يسمى المواطن ابنا لهذا الوطن الذي فيه يصارع الآن لكي يبقى على قيد الحياة فقط. مؤلم حقا أن تقول بذاتك أنك مواطن حقيقي من أبناء هذا البلد، وأن هذا البيت الذي أنت فيه هو لك، لا يحق لأحد أن يقوم باقتلاعك منه، وأن أبنائك سيدومون بقربك وهم بخير وعافية. لا شيء ينبغي الخوف منه، فقد اجتهدت وبذلت كل الجهد كي تصل إلى ما وصلت إليه، وهو امتلاكك منزلاً ووصول أبنائك بعلمهم إلى المراحل التعليمية المتقدمة. فمنهم من أنهى تعليمه وحصل على عمل، ومنهم من ينتظر، فيما هناك من أكمل نصف دينه، وعندها تشعر بقرارة نفسك أنك وصلت إلى مرحلة الاستقرار. لكن من هنا يبدأ مشوار المفاجآت. الحرب اليوم تقدم لنا مفاجآت كثيرة لا نتوقعها، ولم ندع الله يوماً أن تقع. تفاجئك الحرب عندما تخبرك أنه ينبغي عليك مغادرة هذا المنزل المتعوب عليه، فترحل منه غصباً عنك لأنه مستهدف وقد يسقط بأية لحظة من الزمن، أو أن يتم تحويله قسراً ليكون مركزاً لمن يسمون ذواتهم لجاناً شعبية، فتغادره قارئاً عليه فاتحة الكتاب مودعاً له الوداع النهائي. وإن لم يكن كذلك، فهذا البلد هو بلد المفاجآت والمفارقات والأحزان والأوجاع. قد تتفاجأ بقاصمة الظهر عندما تخرج باحثاً عن غرض تعود وأهلك بالانتظار لك، تتفاجأ بغريب يسألك من أنت ولماذا أنت هنا؟ تقول في ذاتك حينها: هذا سؤال ينبغي أن يطرح على السائل، فهو الغريب على هذه المنطقة، وهو الشاذ فيها شكلاً وهيئة ولساناً. تظهر له نوعاً من التساؤل، فتحال من حيلها إلى مكاتب التحقيق أو إلى الزنازين المخفية عن العالمين، لتترك لأهلك المجال في البحث غير المجدي عنك
وبذل الغالي والنفيس، وأنت هناك تتعذب ومصدر دخل لتلك الميليشيات البغيضة ينهبون أهلك عن طريقك. استولت ميليشيا الحوثي على أكبر جامعة خاصة في اليمن وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا، كما اعتقلت رئيس الجامعة وطالبت الملتحقين بالجامعة بدفع الرسوم إليها. الطالبات هناك رفضن التعلم في جامعة مسروقة، وعنون موقع صحونت: لا تخويف لا ترهيب، طالبات جامعة العلوم في صنعاء ينددن باستمرار سيطرة الحوثيين عليها. وقال الموقع إن عشرات الطالبات في صنعاء تظاهرنا تنديدا بالممارسات العبثية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق جامعة العلوم والتكنولوجيا. ومنذ منتصف يناير تسيطر ميليشيا الحوثي على جامعة العلوم والتكنولوجيا، واعتقلت رئيس الجامعة حميد عقلان وعينت عادل المتوكل خلفا له. وطالبت التظاهرة بإلغاء آلية دفع الرسوم يدويا وتحييد الجامعة وعملية التعليم من الصراع المسلح. وفي 20 فبراير الماضي دعت الجامعة طلابها إلى وقف سداد الرسوم، الأمر الذي دفع الحوثيين إلى حجب موقع الجامعة الإلكتروني ومعاودة اعتقال رئيس الجامعة حميد عقلان. تسعى ميليشيا الحوثي من خلال اختطاف رئيس الجامعة إلى الضغط على إدارتها من أجل تسليم الأنظمة المالية والإدارية التي تم إغلاقها من خارج اليمن، ما أدى إلى شلل الجامعة وعجز الجماعة عن إدارتها. كورونا في زمن الأنظمة القمعية، تحت هذا العنوان كتبت جمانة فرحات مقالها المنشور في العربي الجديد. منبع آخر للتوجس مصدره الأنظمة القمعية، والتي لا تزال تتعامل مع انتشار كورونا على أراضيها بسرية لتخفي حقيقة حجم الإصابة لديها. هذا التعاطي الذي لم يغب عن مسؤولي منظمة الصحة العالمية يتركز حيث الأنظمة الدكتاتورية القمعية، وهو نهج لا يختلف عن كيفية تعاطيها مع كل قضية أو أزمة تواجهها، سياسية أو اقتصادية أو أمنية، ولكن الخطر هنا أضعاف مضاعفة. لا تمانع هذه الأنظمة في حجب المعلومات، على الرغم من إدراكها أنه كلما تأخر الاعتراف بتفشي الوباء تكون الكارثة حتماً أكبر. ما قامت به الصين خلال الفترة الأولى من انتشار كورونا ومحاولة إخفاء ما يجري واعتقال من حذروا من تطور الوباء، أطباء كانوا أو مدونين أو صحفيين، انقلب عليها واضطرت في نهاية الأمر للاعتراف بحجم الخطر. ما جرى في إيران مثال آخر، عناد النظام وتأجيله الاعتراف بتفشي الوباء حتى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية الشهر الماضي تحول إلى وبال، عوضاً عن تفضيل المصلحة العامة وصحة المواطنين، كان الاستحقاق السياسي الأهم. فما الذي يعنيه موت المئات أو الآلاف مقابل المخاطرة بتأجيل الانتخابات لأسابيع أو أشهر، واحتمال تبدل مزاج النخب بالنسبة إلى نظام في أمس الحاجة إلى انتصار سياسي في لحظة صعبة تلقى فيها ضربة باغتيال قاسم سليماني وتحاصره الضغوط الدولية والعقوبات؟ ومن الواضح أن السيناريو نفسه يتكرر اليوم في مصر. محاولات النظام التستر على عدد الإصابات والاعتراف بالأزمة والتذرع بحالة الطقس لتعطيل الدوام في القطاعين الرسمي والخاص، جميعها مؤشرات تدق ناقوس الخطر بشأن عدم الاهتمام بصحة المواطنين، ليظهر بوضوح أن الوباء سيكون أكثر فتكاً في الأنظمة الدكتاتورية من جهة وتلك المستهترة من جهة ثانية. صحيفة العرب الجديد تتحدث عن انزلاق اليمن إلى نفق مظلم في ظل سعي الحوثيين للانقضاض على أكبر رقعة جغرافية في البلاد. وعنونت العرب الجديد: اليمن نحو تحولات جديدة من الحديدة إلى مأرب وعدن. وقال صحيفة العرب الجديد: تأججت الأزمة بين السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بشكل غير مسبوق، ما جعل العاصمة المؤقتة عدن مرشحة لجولة جديدة من العنف. وفي فبراير الماضي كانت الكفة ترجح فرص سلام بدأت تلوح في الأفق بقوة، ابتدأت من رفع الحظر الجزئي عن مطار صنعاء الدولي وتسيير رحلات إنسانية لنقل حالات مرضية إلى خارجها، وغيرها من مؤشرات بناء الثقة أيضا. لكن كل ذلك بدأ أنه قد تبخر مع مطلع الشهر الحالي. وتضيف الصحيفة: صعد الحوثيون الموقف عسكريا بشكل مفاجئ، فبعد السيطرة على عاصمة محافظة الجوف وغالبية مناطقها اتجهت أنظارهم نحو محافظة مأرب،
فيبدو أن الهدنة الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة منذ 15 شهرا في طريقها للانهيار بعد تصاعد الخروقات وسحب الحكومة الشرعية لممثليها في لجنة التهدئة ومراقبة وقف إطلاق النار. وفي آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن، أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث تخوفه من التدهور الجديد، وقال إن اليمن يمر بمنعطف حرج وتصعيد يمكن أن يؤدي إلى صراعات في محافظات أخرى وينجر البلد إلى دائرة جديدة وغير مسؤولة من العنف. تنظيم داعش الإرهابي الذي سبق له دعوة أعضائه إلى تنفيذ هجمات في دول أوروبية تراجع عن الدعوة، وأعلن وفقا لصحيفة التايم تراجعه وتأجيل الهجمات إلى بعد كورونا. وعنونت الصحيفة: تنظيم داعش يدعو عناصره إلى تجنب أوروبا. وقالت الصحيفة إن التنظيم الإرهابي تخلى عن أوروبا بسبب الفيروس التاجي، فبعد أن حث مؤيديه في السابق على مهاجمة المدن الأوروبية نصح الأعضاء الآن بالابتعاد عن أرض الوباء. كما وجه التنظيم الإرهابي عدة نصائح لأعضائه، منها تغطية أفواههم عند التثاؤب والعطس وغسل أيديهم بانتظام. وحول تغطية الوجه تعلق الصحيفة: يتمتع مقاتلو الدولة الإسلامية بخبرة كبيرة في تغطية وجوههم، وقد فعلوا ذلك سابقا لإخفاء هوياتهم عند قطع رؤوس الرهائن أمام الكاميرا. وفقا للصحيفة، فقد تجنب التنظيم ذكرى الأطباء أو منظمة الصحة العالمية والتي تنصح بذات الأمر، وأنما أفاد التنظيم بأن هذه من تعاليم النبي. دروس التعامل مع فيروس كورونا، تحت هذا العنوان كتبت مؤلفة كتاب من المسؤول القيادة أثناء انتشار الأوبئة لورا خان، مقالها المعاد نشره في الغد. لا يوجد لقاح ضد كوفيد 19 فيروس كورونا الذي يبدو أنه شديد العدوى، ويحتمل أن يقوم بعض الأشخاص المصابين بنشر المرض من دون أن تظهر عليهم أي علامات أو أعراض له. ويقول المسؤولون الأمريكيون أن إنتاج لقاح يبعد ما لا يقل عن عام من الآن. بدلاً من ذلك، تتألف الإجراءات الممكنة للتعامل مع فيروس كورونا من تدابير الصحة العامة القياسية الأخرى: الحجر الصحي على الأصحاء لكسر سلسلة الانتقال، وعزل المرضى لمنعهم من إصابة الآخرين بالعدوى. وينبغي أن تستعد المدن والأعمال والشركات والمدارس لفترة قد يضطر فيها جزء كبير من السكان إلى الاحتماء من العدوى في منازلهم. ويعد تخزين الغذاء والماء والمستلزمات الطبية وتمكين العمل والتعليم عن بعد وتشجيع النظافة الأساسية من الخطوات المهمة، إلى جانب التلقيح ضد الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي. ويمكن أن تساعد كل هذه التدابير على الحد من خطر حدوث مضاعفات مرضية حادة لفيروس كورونا، كما ستساعد إدارة صحية تنخرط في تواصل صادق وإعلام موثوق، والتي تنفذ الحملات التعليمية والتواصلية وتكون لها سمعة طيبة في قول الحقيقة عند الصحافة والجمهور. لا يمكننا أن ننتظر ما يفعله مايك بينس، لقد حان الوقت الآن لتفعيل القيادة المحلية. تحول كورونا لوباء عالمي شل أيضا قطاع الرياضة، لا سيما كرة القدم، فألغيت مسابقات وفرض على لاعبي الكثير من الأندية الحجر الصحي في منازلهم، كما في حالة لاعبي فريق هانوفر الألماني الذين وضعوا جميعهم في الحجر الصحي ويعنون موقع دي دبليو. بسبب كورونا لاعبو فريق ألماني تحت الحجر الصحي ومهددون بالسجن. عندما كان مقررا خوض المباريات دون جمهور، عاد الاتحاد الألماني لكرة القدم فألغى مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني التي كان مقررا انطلاقها الجمعة. كما ألغيت أيضا مباريات دوري الدرجة الثانية، حيث يلعب نادي هانوفر 96 الذي أصيب اثنان من لاعبيه بفيروس كورونا، وعليه قرر مكتب الصحة في مدينة هانوفر أن يبقي لاعبي الفريق جميعهم في منازلهم لمدة 14 يوما كنوع من الحجر الصحي. فقانون العدوى يعطي سلطات الصحة في الولايات الألمانية الحق في إجبار المصابين على البقاء في الحجر الصحي. هؤلاء اللاعبون مجبرون الآن على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها بتاتا، ولو حتى لشراء احتياجاتهم من الطعام والشراب، وعلى أهلهم أو أصدقائهم القيام بذلك. كما أن مكتب الصحة سيتابعهم يوميا، ومن يخالف ذلك القرار يعاقب، ويمكن أن تكون العقوبة
مالية أو حتى عقوبة بالحبس. إلى صحيفة الجارديان والتي نطالع فيها تقريرا يحاول الإجابة على سؤال: كيف تحول ضابط عادي إلى قيصر روسيا؟ ويبدأ التقرير بالحديث عن المظاهرات المجتمعة أمام الكرملين مع انتشار أخبار تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي إحكام قبضته على السلطة والبقاء في منصبه حتى عام 2036 على الأقل. ويقول الكاتب إن إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون تحمل صورة لبوتين مرتديا التاج وقد كتب عليها يسقط القيصر. وأضاف: مرت أكثر من 100 عام منذ أن أطاحت الثورة البلشفية بآخر قياصرة روسيا عام 1918، لكن معارضي بوتين يرون أنه اليوم يتصرف كقيصر لروسيا أكثر مما هو رئيس منتخب بشكل رسمي. وبعد أن أقر مجلس الدوما تعديلات دستورية شملت بندا يفتح الباب أمام بوتين للترشح لولاية جديدة عام 2024 وثم ولاية أخرى في عام 2030، يقول الكاتب إن تحول بوتين من ضابط في الاستخبارات إلى قيصر روسيا الحديثة استغرق أكثر من 3 عقود، وقد بدأ من مساعد موجه في جامعة يلدرينغر، حيث قيل إنه كان يتجسس على الطلاب الأجانب ليصبح نائب عمدة سام بوتسنبرغ عام 1992، ومن ثم مسؤولا في الكرملين. وينقل الكاتب عن لوبوف سوبولو وهو أحد معارضي بوتين قوله: لقد عشت تحت حكم بوتين 20 عاما، وابنتي عاشت تحت حكمه 6 سنوات، لا أريد لأحفادي أن يعيشوا تحت حكمه أيضا. في صحيفة الجاردين البريطانية صور متنوعة لأحداث مختلفة من كل أنحاء العالم حيث طغى عليها الخوف من فيروس كورونا. نتابع. عدد من رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة لهذا اليوم. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.